اي السلام عليكم ورحمة الله. الكراسة بقى اللي مستنيها الملايين اهيت اهو. اسكت انا في حتة. ايوه شفت الجنجا دي اهي الكراسة يا جماعة. يعني انا كنت نزلتها الترم الاولاني، وبعدين كنت اتلبخت بقى في الترم وفي الكتب وفي الانواع وفي الفواتير، ويعني الدنيا كانت باظت مني. اهو الكراسة من جوه اهو، ده المسطر اهو. لا جميلة جميلة جميلة، اقسم بالله جميلة اهو، عجباني قوي. طبعا في منها اشكال كتير. دي شكل اللي هو اللي بيتفرجوا عليه في التلفزيون، دي اسمه ايه؟ حصان ده، مش عارفه، مش فاكر، مش عارفه اجيب اسمه. شكل الزرافه، اللون يخرج مع الجمال. انا بحب الكتب يا جماعه، وبحب الكراريس، وبحب الحاجات دي قوي. اهو ده طبعا في منها جاي مسطر، ده المسطر، كل ده مسطر، مسطر من جوه مطبوع. وفي اهو ده برضو مسطر. طبعا في اشكال صبيان، في اشكال بنات، كلهم نفس الايه، الغلاف ده بيفكرني بالمساطر الليزر بتاعت زمان. اهي من جوه تمام. اشكال كتير بقى، ده 9 اسطر. ده الاضاءة اصلا انا بعمل باضاءة شمعة، ثواني كده اترك شوية. اهو ديت 9 اسطر. طبعا في كتير بقى، يعني في كتير كرتونة بالصلاة على النبي وصلت ان شاء الله الدنيا. حلو، بحب قوي شكل البومه دي قوي، بحبها شكلها قوي. دي من جوه اهو، طبعا من جوه مطبوعه، شكل البومه وشكل البنوته دي، وفي وكله بقى في كل الاشكال، كل الاحجام، كل الالوان. اهو ده مسطر. دي ايه تاني؟ برده مسطريقه، مسطر، كل ده مسطر. ايه تاني؟ اهو ده شكل، شكل حلو برده قوي اهو. في اشكال تانية، كل ده مسطر، مسطر. طب ندخل على الشكل التاني. موحد اللون، موحد اللون يا جماعة اهو، اللي كنتوا برضو بتسألوا عليه. طبعا موحد اللون جبت منه 9 اسطر تمام. واهو طبعا موحد لون ازرق، شو بس يعني لون 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 الصلاة على النبي. يعني موحد لون احمر، طبعا من جوه في 9 اسطر، في مسطر، في اللي هو ماس، اللي هو المربعات اهو. ده من جوه اهو 9 اسطر، بس ده شكل تاني، ده شكل تاني مختلف، ليه اطار. ايه تاني؟ برضو احمر ليه اطار اهو. مش عايزه اطول عليكم، محبش ايه ابقى رغايه، بس انا الصراحه احب الرغيه اوي. اهو من جوه اخضر اخضر، وفي اخضر بقى فسفوري الصلع، يعني في اخضر اخضر اخضر، وفي اخضر زرعي. والله ما مقصر. ايه تاني؟ ده احمر وده فاتر حمرا، كل ده 9 اسطر طبعا، لان احنا يعني انا بجيب كميه تمام. ده ايه؟ لا ده انت مستقصدت بقى، اجيب بقى حاجه تانية غير 9 اسطر. لسه بقى في قلت اجيب حاجه غير 9 اسطر. طبعا شوف من جوه عامله ازاي، تحفه تحفه. في جدول من جوه ليها حاجه كده، يعني ايه، بسم الله ما شاء الله، يعني اهو، يعني جميله اهو، تحفه تحفه تحفه. ماشي، هنا دي انا وصلت اهوت للمربعات. طبعا الكميه بقى غصب عني عقبال ما بجيب ما بطلع. ديت المربعات، دي المربعات دي طبعا ماس اهو. مفطر تاني، اشوف الباقي اهو. انا كده وصلت للانجليزي، شغل معاك الكراسة اهو. الانجليزي اهو من جوه، معلش طبعا ما شاء الله الكرتونة كبيرة، بس هتطير يعني. انا بقول اهو ده الانجليزي تمام. عايزة بس اوريكم الاشكال. طبعا في شكل العروسة ده، وفي شكل البوبي كورن ده تقريبا، يونيكورن يونيكورن. وهنا في عنده عليه زرافة، وفي الشكل ده، ده يمشي صبيان، وفي ده سمكة القرش دي، باك تو سكول اهي مكتوب عليها. ماشي، موحد اللون طبعا قلنا ان في اخضريقة فاتح، وفي دي مكتوب عليها I love my school so much.
تمام. دي طبعا في منها عربي، كله بقى كله الاشكال فيها يعني ايه، بس يعني خلينا في الايه، خلينا تبقى الاشكال عشوائيه يا جماعه، والله لازم الموضوع بيبقى صعب قوي، بس انا على دماغي يعني، انتوا على دماغي مش اي مشكله. ده هنا ده شكل العربيه، في اشكال تانية ايه في الشكل ده، الزرافه دي، في طبعا الاصفريقه موحد اللون اهو، طبعا اصفريقه 9 اسطر موحد اللون، اصفريقه مسطر، كله بقى اهو ديت الاشكال دي اهيت. ده مربعات اهو الماس، في الشكل ايه الشكل ده كمان اهو، ده 9 اسطر تمام، في الشكل ده. مش عايزه اكون بكرر لكم بقى الدنيا، بس يعني طبعا هنزل الاسعار كلها على الجروب تمام. في شحن طبعا لكل مكان، كل حته جنب المنصوره انا بشحن لها، و بس ان شاء الله يعني هكون بجيب لكم كل جديد اهو. ده شكل جديد اهو من وسط الاشكال، ما يعني شفتوا، خدوا ايس حطيه في لوحده ده تمام. كتير بقى نفضل ايه نشيل ونحط كده. ده مربعات موحد اللون، في كل حاجه بقى يا جماعه. الله دي حلوه قوي، لا حلوه 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 حلوه، اوه جميله حلوه جميله جميله جميله. انا كل ما ايه قاعده اشيل بطلع ما شاء الله. طبعا بحب اكون مميزه في كراساتي، بحب اكون مميزه في كتبي، بحب اكون مميزه في حاجاتي. الحمد لله ربنا بيكرم وربنا بيوقعنا في الطيبين، وربنا دايما عنده الخير يعني، ربنا دايما اهو شكل شكل كمان جديد اهو انجليزي، ربنا دايما عنده الخير يا جماعه. والله بجد الثقه في الله احلى حاجه في الدنيا، احلى حاجه في الدنيا. بسم الله ما شاء الله اهو كراسه تاني. يلا بقى ايه عشان انزل لكم الصور بالاسعار.